بالنسبه لهذا الكشف غادي نستعمل فيه هنايا درت واحد البصله مشلضه، درتها تقلى في شويه ديال الزيت، وغادي نزيد عليها واحد الحروره كبيره حتى هي نديرها نقلبها معاها تقلى، وغادي نضيف عليهم الملحه والبزار. من بعد ما تشحرات ليا شويه الحرور والبصله فغادي نضيف عليهم هنايا عندي السوسيس اللي قطعتو على هذا الشكل، فغادي نضيفو عليه ونخلطهم مزيان ونخليه يطيب. هنايا درت واحد ثلاثة ديال البيضات وزدت عليهم شويه ديال الملحه والبزار، فغادي نزيد عليهم شويه الفكوماج غابي. هنا عندي الفكوماج ديال الموتزاريلا، وغادي نديروا عليهم الكريمه السائله ولا لا كريم فريش، واللي ما عندهمش لا كريم فريش يعمل الحليب، شويه ديال الحليب صافي. غادي نخلط وغادي نضيف عليهم الخليط ديالي اللي طيبت هنايا، نخلط حتى تجانس العناصر. فهنايا عملت في البلاطو ديالي لاباط بليزي، وغادي نصب عليها هنايا الخليط نتاعي. من بعد درت عليها شويه ديال الفرماج ديال لو شيف، ودرت عليها الفرماج ديال الموتزاريلا، وغادي ندخلها الفرن اللي ديجا سخنته على 180 درجه حتى طيب لينا. فالكيش ديالنا فهو كيجي على هذا الشكل، فانا خرجته من الفران يجي على هذا الشكل، فهو يجي خفيف وما ما ياخذش الوقت. فكنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله.